جدا من 6 سنين او بقى 7 سنين، من 2016 او 17 الزمالك ما حققش ولا فوز في اول مباراه في دوري المجموعات، سواء كان رابطه ابطال او كونفدراليه. فوز تاخر لكن كان فوز مهم جدا، وثلاث نقاط مهمين لنادي الزمالك. شوف يا دكتور، طول ما حضرتك بتتعب ربنا هيديك. يعني انا كنت اتمنى ان نبدا من الشوط الثاني، ان احنا ما جيناش الشوط الاولاني. يمكن، وده يعني مش عايز اتكلم فيه كتير، مستوى الفرقه ممكن تكون خليتك كده، جرتك ان هي بتدافع على طول وانت بتهاجم، في يعني لقيت الملعب كله مقفول ومفيش اي ثغرات. لكن انا كمان غلطت ان انا بدات بثلاثه ورا، رجعنا لاسوريو تاني. وده اللي كنت اتمنى من كابتن معتمد ان يعمله، هو الشوط التاني ده عدل، حط اللعيبه صح. عندنا اوباما احسن واحد في مصر يلعب تحت راس الحربه، لان عنده انطلاقات. بس لعبت ثلاثه تحت راس الحرب، شيكا وزيزو واوباما، ده الشوط الاولاني. في الشوط الاول ما ينفعش. ما ينفعش. ولذلك لما تعدلي بقت اربعه ونزل عمر جابر ثلاثه او اربعه اثنين ثلاثه واحد، بقى شكل الزمالك هو هو. هاجمت كتير، ضيعت كتير، لغايه ما جبت جول. هل احترام الكابتن معتمد كان زايد بالنسبه لفريق ابو سليم، ولا هو برضو متحفظ فريق مجهول ما يعرفوش؟ انا مالوش التاريخ اللي هو يعني ايه، بس اتفرجت عليه وشفته. التاريخ بيقول الزمالك افضل. لكن انا كان رغبتي ان انا يكون عندي رغبه اللعيبه ان انا اكسب من الاول، اكون اضغط على الفرقه مهما كانت بتدافع، وخاصه انت عرفت بعد ربع ساعه ان هي مش هتعمل حتى اي هجمه مرتده. لما الشكل اللي هو بتاع الشوط الثاني ده، اعتقد انه جاب نتيجه ايجابيه، صرف النظر زي ما حضرتك قلت دلوقتي، تفضلت ان احنا جبنا كسبنا واحد بس، وده المطلوب ان انت تكسب بس. لكن اللي جاي هيبقى احسن من ناحيه الاداء. المصابين هيرجعوا، اللي مش فت هيبقى فت. هتلاقي فيه مجموعه لعيبه زائد اللي كانوا موجودين النهارده، بس تحط اللعيبه في مكانها الصحيح. انا قلت في البدايه، قلت النهارده، قلت ياما الزمالك قدم كوره تمتعك، بس في الاخر كانت النتائج ايه؟ طلعنا بيطلع. لكن النهارده انا اللي يهمني، عشان كده في انقسام في الجمهور، البعض يقول لك ايه، انا اللي يهمني الثلاث نقط، والبعض الثاني يقول لك لا انا عاوز الاداء. انت في اي مدى ساكت يا محمد؟ لا شوف، هو احنا الجماهير بتاعتنا عشان بذواقه للكوره يا دكتور بتحب الاثنين مع بعض، بس مش في المرحله دي. لما يبقى عندك استقرار في كل حاجه، يعني انت عندك استقرار اداري دلوقتي في مجلس الاداره، تغيير مدرب، اللعيبه ابتدت تلعب اللي ما كانتش بتلعب، فالحاجات دي هتستقر امتى؟ بعد ما تكسب باذن الله الماتشين ثلاثه التجايين. قبل الامم الافريقيه اعتقد الزمالك لو وصل لدرجه جيد جدا في الست سبع ماتشات دول، هيقدر يوفق كل الاوضاع في ال 40 يوم الاجازه. ودي مهمه المجلس ومهمه الجهاز. لكن دلوقتي بس انا مع المجموعه اللي بتقول نكسب بس. ما نلعبش وحش، بس الاول ندور على المكسب وبعد كده نلعب. ده طريق البطوله. المعادله دي لو جت كويس، لكن المعادله بتاعت انا الصح ايه؟ لازم اكسب عشان اعدي، اكسب عشان اعدي، والحمد لله الماتشين الجايين في القاهره، فان شاء الله هو مش سهل، لكن ان شاء الله هتكسب الماتشين الجايين. طيب، فريق ابو سليم، انا امبارح يعني كان عندي تصميم مع صديقي طبعا رئيس التحرير احمد جلال، ان احنا نستضيف اما كابتن مؤمن سليمان او كابتن سمير كمونه. ده طبعا كابتن كمونه بيمرن الخمس الليبي، وكابتن مؤمن بيمرن اتحاد العاصمه، وده اتحاد، عفوا، اتحاد طرابلس، والناديين دولت في المجموعه اللي فيها ابو سليم، عشان يقولوا لي مين فرقه ابو سليم، ان لاول مره بتشارك في البطولات الافريقيه، واتكلم عنها بكل وضوح. ازاي النهارده شفت الفريق ده؟ هل ممكن نلاقيه على ارضه بيمثل خطوره، ولا ممكن لما يفتح المباراه في ليبيا الزمالك يبقى عنده الفرصه في الفوز؟ انا بقول لك الزمالك هيكسب هناك حتى لو الملعب ترتان. انا بتفرج على الدوري الليبي. شوف، هو بيستقطب جميع اللعيبه المصريين والافارقه والاجانب يعني. لكن الفرقه هي كانت جايه تعطلك، يعني كانت تاخد نقطه منك تستفيد بيها لما تسافر. لكن هي مش هتكسب الزمالك هناك. مش عشان انا زملكاوي، الامكانيات في فرق كبير في الامكانيات، حتى في اللعيبه اللي نزلت، حتى في الخط الدفاع. في قتال النهارده، بس ما تحركش. يعني احنا ما شفناش مثلا فرقه بنت من تحت هجمتين. عواد ما راحتلوش غير كره او كورتين، بس فيهم كره يعني كانت هتجيب سكته قلبيه للجماهير. ام الراس ورمي التماس ام الراس،
الدفاع فين يا كابتن محمد صلاح في حته زي دي؟ بص يعني بكل اريحيه دكتور عبد الغني انا شفته نزل برضو لتحت. حضرتك انت كروي يعني انا اهميتي انا ايه لما بلاقي اللي قدامي في منافسه هبقى مركز وهبقى قوي وممكن عند رغم ان اكون احسن منه مزبوط. لكن انا احساسي وده غلط طبعا احساسي ان انا ممكن في اي وقت اكسب او هو اضعف مني فده بيديني بعض الاسترخاء او عدم الاهتمام بالكوره كانت ممكن واحد زي دي يجي جون عادي. لكن هي بقى بقول لحضرتك ايه الخبرات بتاعت لعيبه الزمالك او التاريخ لازم يخليك انت متفوق حتى في التفكير لان حضرتك لما تبقى تسبقني في التفكير هتكسبني هتكسبني لانك انت بتفكر قبل مني واحسن مني. هو يطمننا النهارده اللي هو ما يعني ما عندوش بناء هجمه ما عندوش لا. مفاتيح تقدر تخوفك صح وهناك مش هيقدر يعمل كده لان الملعب ترتان فاولى كان يعمل النهارده ملعب كويس ومفتوح وخاصه الفرقه دي لما بنت فيها الثغرات الشوط الثاني قدر الزمالك يروح منها كتير فده لو هو فتح خطوطه هناك في ليبيا الزمالك يبقى عنده الفرصه الاكبر ان يكسب ان شاء الله. طيب كابتن معتمد جمال كتجربه مدير فني لنادي الزمالك انت مع اعطائه الفرصه ونصبر وادي في الدوري شغال وحقق فوز وفي البطوله الافريقيه ولا ضروره الاستعانه بمدير فني اجنبي ضروره مريحه لنادي الزمالك؟ لو كسب هيكمل. لو كسب انا اسف اقول لو هو مرهون بالمكسب انا فاهم لكن كل ما كسب كل ما قاعد او رجليه ثبتت في الارض اكتر. ليه؟ احنا عندنا الجماهير بتقلق عشان عايزه بطولات فلو الله الادرى جه خسر او تعادل ماتشين هيبقى في قلق. فهو بقى يستحمل القلق مش هيستحمل دي حاجه لسه ما شفناهاش لكن طول ما هو بيكسب ان شاء الله هو ماشي. يعني مش ماشي مش ماشي يعني قاعد قاعد قاعد. طيب